السلام ورحمة الله. أحيي أولا قناة الجزيرة، وأحيي أخي سامي الحاج. وأنا الآن يا سامي، اسمعني يا سامي. أسمعك. نعم. أنا الآن يا أخي خاطبك من وراء القضبان، ولا زالت المعاناة مستمرة وتزداد سوءا بعد سوء. يا أخي كما تعلم أن قضينا 7 سنوات مع بعض من التعذيب الجسدي والنفسي والحرمان في غوانتانامو. وكما تعلم أخي الحاج لا زلت أعاني من الظلم والجور، وهذه المرة في بلدي. عفوا، هناك حكم صادر عليك يا سعيد؟ هناك حكم صادر عليك؟ نعم يا أخي نعم. كم سنة؟ نعم. كم سنة الحكم؟ حكموا علي يا أخي ب10 سنوات ظلما وجورا. وفي الوقت الذي كنت يعني جئت لبلدي، وكنت أظن أن بلدي سينصفني وسيحتضنني، لكنه للأسف الشديد حصل العكس تماما، وعاقب بأقصى العقوبات 10 سنوات إضافية، ولم يراعوا أبسط الحقوق ولا الأعراف ولا استبداد وظلم وتعسف. ولم أكن أصدق أن أكون أسيرا عند المسلمين، لكنها الأقدار والله المستعان. الله المستعان. شكرا لك سعيد المغربي. الله المستعان. تعليق منك الله سامي. الله المستعان. أخونا سعيد من المغرب وجاء معنا، وعرفته أيضا في أثناء أيام السجن، وليس يعني صغير في السن، رجل وأب لأسرة وله بنات وله أولاد، وكان حريص على أنه يعود لهم ويقوم بتزويج بناته وتربية أبنائه. ولكن للأسف الشديد كان متفائل بعودته إلى أسرته، كان مسرور في الطائرة. نعم، معك في الطائرة، وكان هو يوصينا بأن نتواصل في الاتصالات مع بعضنا البعض، ويوصينا بالدعاء لأخواننا في المعتقل. وحقيقة أنا صدمت الآن بسماع صوته وهو من خلف القضبان. ألا يكفي أن يبقى في غوانتانامو 7 سنوات؟ 7 سنوات في غوانتانامو يا إخوة لا تساوي 7 سنوات في أي مكان. بمفهوم السجون 7 سنوات تعادل 14 سنة إذا كانت تحسب السنة ب6 أشهر أو 9 أشهر، ما بالك بالوضع الذي كان يعيشه. والله أنا أتمنى من الملك، ملك المغرب، أن ينظر إلى هذه الحالة وأن يعيد هذا الابن المغربي إلى أسرته حتى يقوم بتربية أبنائه وتزويج بناته، وأن يعيش بين أهله مرة أخرى. وآمل أن يكون هذا النداء يجد آذان صاغية من الملك ومن الحكومة في المغرب. وعلى كل سامي، هناك عدد من السجناء كما تذكر التقارير في غوانتانامو الآن لا يريدون أن يتم إطلاق سراحهم، للأسف، لأنهم لا يريدون أن يعودون، أن يعودوا إلى بلدانهم ويتم سجنهم بهذه الطريقة، يفضلون البقاء في غوانتانامو. آسيا وهي ناشطة في مجال حقوق الإنسان من جنيف، تفضل سيدة آسيا. السلام عليكم. وعليكم السلام. السلام ورحمة الله. السلام سامي الحاج. عليكم السلام ورحمة الله.